أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنتابع فيها آخر تطورات محادثات السلام في الكويت بين الحكومة وميليشيا الحوثي والمخلوع. اليوم الثالث على بدء جولة الكويت بين الحكومة والميليشيا، ولكن لم يحدث شيء ولم يتم الاتفاق على أي مما ذهب المتفاوضون للاتفاق بشأنه. وبحسب ما يتسرب من أروقة مقر المحادثات، فإن عدم الاتفاق يشمل كل الجوانب المتعلقة بالبدء في المحادثات، وتلك المتعلقة بكيفية تنفيذ ما اتفق عليه. وبينما تصر الحكومة على البدء بتنفيذ الاتفاق السابق المتفق عليه في جولة بيال السويسرية، ترفض الميليشيا ذلك، بل وانتقلت إلى خانة أخرى تتمثل برفض أجندة اللقاء الحالي. تعترض الميليشيا على بنود ولد الشيخ التي تم إقرارها في وقت سابق كأجندة لمفاوضات الكويت، وترى أن تسليم السلاح والانسحاب من المدن يجب أن يكون لاحقا للبدء بإجراءات استئناف العملية السياسية، فيما تتمسك الحكومة بتنفيذ متسلسل لتلك النقاط. ولد الشيخ جاء بمقترح يتضمن تنفيذا متزامنا لتلك النقاط، وهو مقترح لا يبعد كثيرا عن رؤية الميليشيا. نتائج 3 أيام من المحادثات في الكويت ومصيرها على ضوء عدم تحقيق أي تقدم خلال ثلاثة جلسات سيكون محور حديثنا هذا المساء. ولكن قبل الانتقال إلى النقاش مع ضيوفنا، نبقى مع هذا التقرير. بإمكاني أن أقول لكم اليوم الأجواء كانت إيجابية جدا في المجلسة. يحاول ولد الشيخ أن يبدو متفائلا، لكن ما يخرج من أروقة مقر المباحثات اليمنية في الكويت يخذله. في المؤتمر الصحفي الذي عقده المبعوث الأممي بعد جولة أولى من المباحثات بين وفدي الحكومة والميليشيا، بدا كما لو أنه يتحدث عن بلد آخر وعن أحداث أخرى غير ما يراه اليمنيون. هناك تقريبا ما يقارب 70 إلى 80% من الاحترام لوقف إطلاق النار. تحدث ولد الشيخ عن التزام الطرفين بالهدنة، بينما كان وفد الحكومة يسلم الأمم المتحدة تقريرا عن الخروقات التي قامت بها ميليشيا الحوثي والمخلوع، والتي بلغت أكثر من 200 خرق خلال أيام. يستمر الوفد الحكومي في التأكيد على ضرورة الانطلاق من الاتفاقات السابقة وتنفيذ ما اتفق عليه في جولة بيال، إلا أن وفد الميليشيا نقل المواجهة إلى مرحلة أخرى تتمثل في التحفظ على أجندة أعمال لقاء الكويت ذاتها. مصادر في الكويت أشارت لأنه ما من اتفاق حتى اللحظة على شيء من تفسير وقف إطلاق النار، الذي تفسر الميليشيا على أنه وقف عمليات التحالف فقط، إلى ترتيب نقاط الحل الخمس المطروحة على طاولة المباحثات، والتي أوضحت المصادر أنه لم يتم الاتفاق بشأنها، مع استمرار الميليشيا في رفض الانسحاب من المدن وتسليم السلاح. المبعوث الأممي أشار لأن المشاورات تتركز الآن حول 3 نقاط، هي تثبيت وقف إطلاق النار وإرساء قواعد التفاوض وتكوين اللجان التي ستباشر مشاورات تنفيذ النقاط الخمس. وهما يشير لأن رؤية ولد الشيخ حول التنفيذ المتزامن لهذه النقاط هي ما سيحدث، وهي رؤية تقترب مما يطرحه وفد الميليشيا. ينضم إلينا مشاهدينا الكرام من الكويت الناشط السياسي حمزة الكمالي. مساء الخير سيد حمزة. مساء الخير، تفضل عزيزي. أهلا بكم سيد حمزة. تحدثت الكثير من المصادر عن أن الجلسة الثانية بين وفدي الحكومة والانقلابيين كانت يعني متشنجة، الأجواء فيها كانت مضطربة، هل من تفاصيل أكثر عن هذه الجلسة؟ بالتأكيد كان هناك يعني مناقشات حول إصدار بيان مشترك لتثبيت وقت إطلاق النار. طلبت الحكومة بشكل رسمي أن يتم تضمين فك الحصار عن تعز وإيقاف النار بشكل مباشر في تعز وتوفير ممرات آمنة، لكن ميليشيات الحوثي رفضت تضمين البيان بهذه العبارات، فتم إيقاف إصدار البيان. لم نصل إلى أي تقدم في المشاورات حتى هذه اللحظة باستثناء وصول ومشاركة الوفود. نعم، طيب بالنسبة للجولة الثالثة ما الجديد؟ ليس هناك جديد، ما زال النقاش يدور حول نفس النقاط، حول تثبيت وقف إطلاق النار وحول إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين وكيفية التعاطي مع هذا الأمر من منظور الحكومة الشرعية، التي ترى أنه يجب أن يتم استتابة الأوضاع الأمنية وتنفيذ النقاط الثلاث الأولى التي تنص على انسحاب الميليشيات وتسليم الأسلحة وعودة الحكومة. نعم، طيب يعني هناك لليوم الثالث لا تزال كما يبدو المفاوضات تراوح مكانها، ما الأسباب التي تقف وراء هذا الجنون؟ انتهت الجلسة المسائية قبل قليل. نعم انتهت الجلسة المسائية قبل قليل ولم يصل الطرفان إلى شيء أبدا. طيب ما هي الأسباب التي تقف أكثر وراء هذا الجمود في هذه المشاورات أو في هذه الجلسات؟ هناك رؤيتين، هناك رؤية مقدمة من وفد الحكومة الشرعية وهناك رؤية مقدمة من وفد الانقلابيين. وفد الحكومة الشرعية يشدد على أن يتم إصلاح الأوضاع الإنسانية بشكل مباشر
وأن يتم عودة الدولة بتنفيذ النقاط الثلاثة التي تتحدث عنها، وأن يتم بعد ذلك الشروع بجميع الأطراف السياسية في استئناف العملية السياسية. ميليشيات الحوثي وصالح تشدد على أن يتم مناقشة هيئات الحكم، وهو قصد على الواقع بأنه لا يريدون عودة الاستقرار، وهم يركزون على السلطة وعلى التقاسم وعلى أخذ نصيبهم فقط أكثر من عودة الأمن والاستقرار، ويريدون أن يكونوا ضمن هيئات حكم تستطيع أن تستلم مؤسسات الدولة، وهم كأنهم يعودوا من الباب الآخر وكأننا لن نفذ القرار بحذافيره. طيب ماذا عن موقف الوفد الحكومي؟ كيف تقيمه إلى الآن بالنظر إلى المرجعيات التي يجب أو اتفق عليها، مثلا المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار 2216؟ حتى هذه اللحظة الوفد الحكومي ملتزم بهذه النقاط بأكملها، لم يتراجع عن أي منها. الوفد الحكومي موقفه ثابت وقوي، وأكد على وقف إطلاق النار بوقف جميع الأعمال القتالية، وبالتأكيد وبالأخص في تعز التي تعاني هذه اللحظة من خروقات ميليشيات الحوثي والتي ما زالت حتى هذه اللحظة تحت الحصار. النقطة الأخرى هنا التأكيد على المرجعيات والتي من ضمنها القرار 2216، والتأكيد على أن القرار يجب أن يتم تنفيذه جملة وتفصيلا بدون أي تقطيع. طيب بالنسبة للمبعوث الأممي، ما هي رؤيته يعني لتجاوز هذا الجمود في هذه الجلسات؟ السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد له رؤية خاصة، ويرى أن يتم الحديث عن جميع المحاور في وقت واحد بدون تسلسل، وهذا يتعارض تماما مع رؤية الحكومة التي ترى أنه لا يمكن الجزم أو الحزم في أي موضوع ما لم يتم إكمال المواضيع الرئيسية التي من شأنها تحقيق اختراق حقيقي على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني. طيب بسؤال أخير أستاذ حمزة، كنظرة عامة كيف تقيم الأجواء المشاورات في الكويت؟ هل هي مبشرة بقرب التوصل إلى اتفاق أم أن العكس هو ما تسير إليه المحادثات؟ سياسيا ودبلوماسيا المفترض أن أرد عليك وأقول لك بأننا متفائل، لكنني حقيقة غير متفائل. الأمور حتى هذه اللحظة لم تتحرك قيد أنملة، هناك خلافات وتكتيكات يمتهنها الحوثيين لتعطيل المفاوضات. للأسف أنا أشعر شخصيا بأن الحوثيون لم يكتفوا فقط بالتأخر عن المفاوضات، ولكنهم أتوا للتعطيل هنا وبمطلب واضح وهو إيقاف الطيران بدون أن يوقفوهم جميع أعمالهم القتالية. أشكرك جزيل الشكر الناشط السياسي حمزة الكمالي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. ينضم إلينا مشاهدينا الكرام الآن من شيفيلد في المملكة المتحدة رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام الدكتور عيدروس النقيب. مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بكم دكتور. في كل مرة يعني تتعزز الآمال بحدوث اختراق على جبهة الحرب، تعمل الميليشيا على إفراغ تلك الآمال من محتواها كما يبدو وكما يقيم الكثيرين. اليوم مثلا عادت الميليشيا، رفضت الشروع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في بيال، وتعنتت ورفضت أجندة المشاورات الخاصة بالكويت. إلى أين تسير المحادثات هذه بوجهة نظرك؟ أنا في نظري أن الطريق إلى السلام في اليمن ما يزال بعيدا. نحن أمام مجموعة تمارس التضليل والمغالطة والخداع، وتدعي وتقول ما لا تفعل. يعني عندما وافقوا على ما عرضه المبعوث الأمم المتحدة النقاط الخمس، بدأت تسود نوع من الطمأنينة أن الأمور يمكن أن تسير باتجاه إحداث انفراج وإحداث سلام حقيقي ولو على أنصاف حلول في هذه البلاد الموبوء بالحروب والقتال والأسلحة ونزعة التسلط. فما الذي جرى؟ هدئت الأوضاع، استغلوا الهدنة لتحشيد وإعادة التموضع وفتح ثغرات جديدة في الحرب. هم يبدو لي يرغبون في خوض حوارات طويلة المدى يعني استغلال زمنا طويلا في الحوارات، في حين يحسنون وضعهم في جبهات القتال لاستئناف القتال من جديد. من الواضح أن هذه المجموعة لا تريد أن توقف القتال، هي لا تيأس، هي لا تصاب يعني دعني أقول لا تصاب بالهزيمة، بمعنى الهزيمة النفسية التي يعني كل ما ألحق بها من أضرار وكل ما ألحقته من دمار بالبلاد والعباد لا يشكل بالنسبة لها مصدر ضرر. هي مستعدة أن تضحي بملايين اليمنيين من أجل أن تبقى في السلطة وتسيطر على صناعة القرار وتتحكم في مسار الأحداث في المستقبل. ولذلك شخصيا لست متفائلا، وعندما أعلن عن لقاءات الكويت
كنت قد قلت أنني متشائل، متشائل وهو التعبير الذي استخدمه الأديب الفلسطيني الراحل أمين حبيبي للجمع بين التفاؤل والتشاؤم. الحقيقة مساحة التشاؤم أو مساحة التفاؤل محدودة جدا، وهي تتوقف على مدى إحداث تغيير على الأرض لصالح مشروع الدولة، لا نقول للشرعية فقط وحدها، لصالح مشروع الدولة الذي تعرض للاختطاف والتدمير وما نجم عن ذلك من خرائب ومن نعم. نعم دكتور. ينضم إلينا الآن دكتور، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا، ينضم إلينا الآن من الكويت مدير تحرير صحيفة المصدر. مساء الخير أستاذ علي، علي الفقيه. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بكم أستاذ علي. يعني لا يزال وفد الميليشيا يعترض على ترتيب النقاط التي تبدأ بانسحابهم من المدن وتسليم السلاح، ويدعو إلى عودة العملية السياسية قبل حدوث ذلك. هل هذا يعني مدخل لإفشال المفاوضات؟ أعتقد أنهم جاءوا في رأسهم هدف واضح، وهم مصممون منذ اللحظة الأولى التي وصلوا فيها إلى الكويت على تحقيق هذا الهدف وعلى تصعيد الأجندة التي يعملون من خلالها على شرعنة الانقلاب والدفع بالمشاورات أو بالمفاوضات باتجاه مناقشة الانتقال السياسي أو العملية السياسية التي يسعون من خلالها إلى إنجاز تحقيق حكومة يسمونها حكومة وحدة وطنية وشراكة، ويتجاهلون موضوع تسليم السلاح والانسحاب من المدن الذي هو أصلا أساس المشكلة. يتحدثون عن أنه بالإمكان إنجاز تشكيل الحكومة والاتفاق على حكومة موحدة ومن ثم مناقشة هذه النقاط لاحقا، وما ذلك إلا خدعة ليظلوا متمسكين بالسلاح وتنتهي أو يتحول السلاح بأيديهم إلى أمر واقع يستحيل صعبه، وفي هذه الحالة فلا يمكن أن يتحقق سلام ولا يمكن أن تقوم دولة ولا يمكن أن يحصل استقرار في البلد. طيب أستاذ علي، ما هو موقف المبعوث الأممي في ظل هذه يعني في ظل تهرب الميليشيا من كثير من الأجندات التي أقرها هو أو اتفق مع الطرفين على التحدث حولها وعلى الالتزام بها؟ المبعوث الأممي في البداية وقبل أن تنعقد المشاورات كان هدفه أهم شيء لديه أن تأتي الأطراف لتجلس على طاولة واحدة وتبدأ المشاورات، هذا بالنسبة له يعتبر حقق إنجاز في يعني رصيده الشخصي. ما يتعلق بمضمون هذه المشاورات هو يقول لكل الأطراف ولكل أصحاب الاشتراطات تعالوا واطرحوا اشتراطاتكم هذه على طاولة المفاوضات، بالإضافة إلى أنه تسربت إلينا معلومات أكيدة عن أن ميليشيات الحوثيين وصالح تلقوا وعود وهم لا يزالون في صنعاء رافضين الحضور بأنهم تلقوا وعود بأنه سيتم البدء بمناقشة ما يتعلق بالعملية السياسية أو على الأقل مناقشة كل المواضيع في وقت واحد، وعلى هذا الأساس وصلوا متمسكين بهذه النقطة، وبالتالي انتهى يكاد اليوم الثاني من أيام المشاورات يكاد يكون انتهى دون أن يحرز المتفاوضون أي تقدم، ويسود المشاورات حالة من التوتر وانعدام الثقة خصوصا مع تزايد الخروقات على الأرض وتصاعد العمل المسلح في أكثر من جبهة. نعم، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ علي. أعود إلى الدكتور عيدروس. دكتور عيدروس، يعني في ظل هذا الحديث عن أن الميليشيا تحاول التهرب، وفي ظل حديثك أنت قبل قليل عن أنه الميليشيا أساسا جاءت إلى إفشال هذه المفاوضات ولا مجال للحديث عن يعني حديث سياسي معها، هناك من يقول أو من يطرح على أن الحكومة بحاجة إلى رفع سقف مطالبها على ألا تتفق مع الأمم المتحدة فقط على تنفيذ القرار الأممي، في حين بعض الأوقات يأتي المبعوث الأممي ويحاول كما يقول كثيرون الالتفاف حول هذا القرار بجعله يعني مختصرا في 5 نقاط تنبثق منه وليس مرجعية أساسية للحوار. هل ترى أو تتفق مع من يقول على أن على الحكومة رفع سقف مطالبها بشكل أكبر من القرار الأممي حتى تتاح لها إمكانية التفاوض السياسي الصحيح؟ شكرا جزيلا، تحياتي للزميل الصحفي البارع علي الفقيه. أنا أرى أن الحكومة تنازلت كثيرا بمجرد الاكتفاء بالقرار 2216. يعني الحكومة
هي يفترض أنها حكومة شرعية، هي ممثلة للشعب، هي آتية من الشعب، وهي يعني رئيس الجمهورية منتخب، وإن كان الانتخاب كان كما نقول نحن الجنوبيين هو منتخب في الشمال، لكن هو منتخب في الأخير، وهو رئيس شرعي. ما لم يأتي رئيس منتخب بديل آخر عنه، مش يقول علي عبد الله صالح هذا خلص انتهت فترته في 2014 أرجع أنا. الميليشيات ليس أنها تريد إفشال المباحثات أو المشاورات، هي تريد إنجاح المشاورات، لكن تريد مشاورات تخليها في السلطة وممسكة بالسلاح ومسيطرة على الأرض، وتتصدق على عبد ربه منصور وممثلي بمجموعة من الحقائب الوزارية ويرجعوا بعد أن ابتلعت كل شيء. اليوم المعلومات تقول أنه تم توظيف مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بعضهم من نحو رتبة عقيد ولواء وعميد في المؤسسة العسكرية، وجهزت لهم ملفات على أنهم بأرقام عسكرية منذ الثمانينات والتسعينات، وهي طبعا طبخة معروفة. الغرض منها أنه المشاركة عندما يقولون أن حكومة وحدة وطنية أنه يتصدقون على الحكومة الشرعية ببعض الحقائب وبعض الوظائف، حينما قد ابتلعوا كل صغيرة، يعني ما يسمى بالدولة العميقة. هم يعني مع جهاز علي عبد الله صالح السابق خلاص يعني أفرغوا الدولة من مضمونها واستولوا عليها وسيتصدقون ببعض الوظائف. لن تنجح المحافظة. أنا طبعا تشددت منذ اليوم الأول وقلت على الأخوة وفد الحكومة أن لا يكتفوا فقط بتنفيذ القرار 2216، يجب طرح قضية محاسبة المجرمين، يجب أن يعرف هؤلاء أن مكانهم الطبيعي ليس على طاولات الحوار، مكانهم الطبيعي هو أقباط القضاء في المحاكم حينما يحاكمون ويصر. لكن بما أننا في إطار عملية سياسية، هم يفهمون العملية السياسية أنه وقفوا قصف الدول التحالف، وقفوا الحرب علينا، دعونا نقتل المواطنين بهدوء دون ما تزعجونا، وبعدين تعالوا نتحاور لا نشرككم معنا ببعض المواقع. هذه هي العقلية الحوثية والعقلية العفاشية، هذا عقلية علي عبد الله صالح منذ بدأنا الحوارات معه في 93 و94 وبعد حرب 94، عقلية الاستحواذ والاستيلاء والإقصاء، ولكن ممكن القبول الشكلي ببعض التمثيل الكاذب. الآن علي عبد الله صالح والحوثيين شكلوا تحالف قوي، يعتقدون أنهم سيستطيعون أن يصادروا إرادة اليمنيين. أعتقد أن على اليمنيين أن يراهنوا على الرهان الآخر، لا يكفي الرهان على المسار السياسي، المسار السياسي مع الذي يفهم في السياسة، لكن الذي وسيلته هي القصف والتدمير والتفجير والقتل والاعتقال والتعذيب، وسيلته يجب أن تكون وسيلة التعامل معه مماثلة لما يستخدم من وسائل، مع فارغ أنك تستخدم أنت الشرعية. أعتقد أن على الشرعية أن تعزز مواقعها بمزيد من المطالب. أما بالنسبة للموقف الممثل للأمم المتحدة، للأسف الشديد أنا من اليوم الأول قلت أنه يعني لأول مرة مندوب الأمم المتحدة يأتي بقرار جاهز اتخذه مجلس الأمن تحت الفصل السابع، يأتي ليناشد رئيس البلاد يخفف القرار. علي عبد الله عبد ربه منصور هادي مش هو اللي أصدر القرار 2216، أصدرت الأمم المتحدة. يفترض ممثل الأمم المتحدة أن يأتي ليمثل اللي يطالب بتنفيذ هذا القرار. طيب من هذه النقطة أستاذ عيدروس، دكتور عيدروس، من هذه النقطة دعني أعود إلى الأستاذ علي الفقيه. أستاذ علي، هل يعني هناك الميليشيا تحاول أمرين في هذه المشاورات كما يبدو، إعادة الحياة إلى ما يعني تسمى اتفاقية السلم والشراكة التي أدخلت البلاد في هذه المعمعة من جهة، ومن جهة أخرى إسقاط العقوبات التي تضمنها القرار الأممي وقرارات مجلس الأمن الأخرى، هل تعتقد أن الميليشيا ستنجح في ذلك؟ أعتقد أن أي تجاوب مع الميليشيات أو مع الانقلابيين فيما يتعلق بالذهاب نحو عملية سياسية وهم لا يزالون يمسكون بالسلاح ويقتلون اليمنيين، أعتقد أنه مغالطة للنفس. أعتقد أنه أيضا نوع من الانتحار، حيث نسلم الشعب اليمني لهذه العصابة ونمنحها الشرعية لتقتل اليمنيين بدلا من أن تقتلهم الآن وهي عصابة مدانة ومنبوذة من العالم كله. نحن إذا ما اتجهنا لمناقشتهم حول العملية السياسية دون البنود في هذه الحالة نمنحهم صفة شرعية ليقتلوا اليمنيين وهم
في صفتهم دولة، وبالتالي الحديث حتى عن المزامنة أن تناقش كل النقاط في نفس الوقت هو إفراغ للقرار الأممي من مستواه والتفاف على التراتبية التي نص عليها القرار الدولي 22-16 التي تضمنت نقاط خمس على رأسها تسليم سحب السلاح وتسليم مؤسسات الدولة، وبالتالي لا يمكن للعملية السياسية أن تقوم أو إلا إذا ما سحب السلاح من أيدي الميليشيات، ولا يمكن أن تشرك ميليشيات الحوثي وصالح في عملية سياسية إلا في حال سلموا السلاح وأعلنوا تخليهم عن نهج العنف وأعلنوا برنامجا واضحا لينزلوا إلى ساحة العمل السياسي بأدواته، وليس ينزل إلى ساحة العمل السياسي بأدوات ميليشيات مسلحة. هو في هذه الحالة يجيد القتل، يجيد التدمير، يجيد التدخيخ، ولا يمكنه أن يجيد الحكم أو إدارة الدولة وهو اعتاد على ممارسة أنشطة قتل يوميا. وهذا ما نلاحظه في كل المحافظات اليمنية التي مروا عليها اليوم. للأسف الشديد يعني قتل خمسة أشخاص وجرح سبعة في حادثة انفجر بها لغم أرضي في تعز. هذه هي الآثار التي نجنيها منهم، حتى من المناطق التي اجبروا على الانسحاب منها لا تزال آثارهم، لا يزال يعني قادرين على قتلنا لمئة سنة قادمة. نعم. طيب الآن أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ علي. أعود بعودة أخيرة إلى الدكتور عيدروس النقيب. دكتور عيدروس، يعني في ظل هذه التعيينات الجديدة التي يعني خرجت إلى وسائل الإعلام من قبل الميليشيا، هي بهذا يفهم أنها مستعدة إلى حد ما إلى الخروج بتسوية سياسية من هذه المشاورات بعد أن ضمنت بشكل أو بآخر تواجد كبير لها في أجهزة الدولة الحكومية؟ ذلك هل يعني يشير إلى قراءة إلى أنها أيضا تقوم بخيارات أخرى بخلاف اللعب على المراوغة السياسية بداخل هذه المشاورات؟ لا، هم يجيدون، يعني أنا أعتقد أنه المطبخ الإيراني ومطبخ علي عبد الله صالح ينتج بدائل كثيرة، هم يعملوا على خيارات كثيرة بما فيها حتى خيار القبول بالانتقال للخيار السياسي. يعني الخيار السياسي هو أحد أدواتهم، لكن هذا الخيار بالنسبة لهم هو خيار مفخخ. يعني الآن هم يعملوا في أسوأ الاحتمالات، يعني قضية القبول بالخيار السياسي هو أسوأ الخيارات عندهم، لكنهم قد فخخوا ويعني قد ابتلعوا الدولة، وعبر الخيار السياسي سيتحولون هم الدولة يعني بهذا الشكل أو ذاك. أنت سواء سيطروا على البلاد عسكريا أو قبلوا بالحوار السياسي، هم سيظلون مسيطرين من خلال الألغام التي زرعها في كل مكان، أقصد الألغام البشرية وليست الألغام الاعتيادية. أما الألغام التي يتحدث عليها ضيفك الكريم ففي عدن فقط وحدها زرعوا 30,000 لغم، يعني لو كل لغم فقط فيقتل واحد مواطن 30,000 مواطن، هم مشروع قتيل قادم. فهم يفخخوا كل الوسائل، وحتى لو عقدوا صفقة سياسية ستكون هذه الصفقة السياسية ملغومة بمجموعة من تماما مثل ما عمل علي عبد الله صالح في المبادرة الخليجية عندما سيطر على نصف الحكومة مع سيطرته المطلقة على الدولة العميقة كما يقال، وبدأ يشغل أدوات التخريب وأفسد مهمة مرحلة الانتقال، وهكذا سيعملون الآن. أي مرحلة قادمة فيها شراكة للحوثيين معناها استراحة مؤقتة لحرب قادمة، وليس من بديل هناك إلا البدء بالنقطة الأولى وهي انتزاع السلاح وإعادة الجيش إلى الشرعية. وبالمناسبة هم يقولون السلاح يجب أن يكون بيد الدولة، هم يقصدون أنفسهم لأنهم هم الدولة الآن يعتبروا، ولذلك حتى كلمة السلاح يكون بيد الدولة على قولة أحد زعمائهم هو حديث مبطن عن السلاح يكون بيدهم لأنهم سيكونون هم الدولة، هذا هو المقصود بحديثهم. الدكتور عيدروس النقيب رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من شيفيلد من المملكة المتحدة، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الأستاذ علي الفقيه بسؤال أخير. أستاذ علي، يعني في ظل هذا الحديث الذي تفضل به الدكتور عيدروس من أن أي تسوية سياسية أو حل سياسي من هذا القبيل الذي تريده الميليشيا هو عبارة عن استراحة مؤقتة لحرب قادمة، وفي حال فشلت المفاوضات في الكويت، ما الذي سيمضي في نهاية المطاف؟ ما هو الخيار الذي سيمضي في نهاية المطاف برأيك؟ نعم، منحت ميليشيات الانقلاب أكثر من فرصة للجنوح إلى السلم للتراجع عن
مشروعها التدميري، لكن للأسف الشديد يبدو أن غرور القوى يعميها مرة تلو الأخرى عن التقاط الفرص. امساكها بالسلاح وقدرتها على التحرك، قدرتها على المهاجمة، أيضا يعطيها مساحة لمواصلة اللعب بورقة سفك دماء اليمنيين. وبالتالي أعتقد أنه إذا فشلت مشاورات الكويت ليس هناك من خيار واحد أمام الحكومة الشرعية والتحالف العربي، وهو الخيار الحسم العسكري ليعملوا جادين على إنهاء الصراع بشكل مسلح وبسط سيطرة الدولة بالقوة على كل مناطق اليمن. وأعتقد أن الحسم العسكري سيكون طريق أكثر أماناً وأقوى وأكثر تأميناً للوصول إلى سلام وإلى أمان وإلى استقرار دائم، لأنه في حال بقيت جيوب الميليشيا أو في حال تنفيذ الرضا القبول بأنصاف الحلول والإبقاء على سلاح الميليشيات في هذه الحالة، معناها أننا سنكون أمام جولة مستقبلية من الصراع سواء طارت فترة الاستراحة أم قصرة. الصحفي علي الفقي مدير تحرير صحيفة المصدر كنت معنا عبر الهاتف من الكويت، شكرا جزيلا لك. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء في هذه الحلقة. في ختامها تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان في التقديم، وتحيات زميل كمال حيدر في الإعداد وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.